يسمعني كفك. تحيتنا عالية تحيتنا عالية للناصر الغالية للناصر الغالية، وتحيتنا بالألوف تحيتنا بالألوف، ومن الزنازين هبت نسمة حرية ومن الزنازين هبت نسمة حرية، لأسرنا جاي جاي الحرية لأسرنا جاي جاي الحرية، لأقصانا جاي جاي الحرية لأقصانا جاي الحرية، واهتف سمع كل الناس اهتف سمع كل الناس، والحرية مش ببلاش والحرية مش ببلاش، وارفع ايديك وعليه ارفع ايديك وعليه، الموت ولا المذلة الموت ولا المذلة، واهتف ردد على شكيك الأسير المريض ناصر أبو حميد. الوضع الصحي لناصر الآن صعب جدا، ما الذي تطلبه عائلة ناصر من الجميع؟ ناصر طبعا بمر بوضع صعب، وهو طبعا موجود في مستشفى برزيلاي الإسرائيلي، وضعه حرج جدا، هو في غيبوبة كاملة. احنا بالبداية بدي اتوجه بالتحية بتحية كبيرة لجماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة في قطاع غزة في 48 في كل اماكن تواجده، لكل الاحرار في العالم اللي قادوا وحملات التضامن لمساندة شقيقي ناصر، وبنأمل ونتمنى منهم انه تستمر هذه المساندة وهذا التضامن مع ناصر ومع كل الأسرى عامة، وتحديدا الأسرى المرضى الموجودين في داخل السجون الإسرائيلية والذين يعانون إهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة السجون. أيضا من هنا من وسط رام الله نناشد مرة أخرى كل الأحرار وكل المسؤولين الذين لهم تأثير على دولة هذا الكيان الصهيوني الغاصب بأن يتوجهوا بالضغط عليه حتى يقوم بعلاج أسرانا، أو على الأقل أن يقوم بإطلاق سراح الأسرى المرضى في الوقت الحالي حتى يتسنى لهم العلاج في مستشفياتنا الفلسطينية إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذ، كان معنا شقيق الأسير المريض ناصر أبو حميد كما حدثنا حاليا عن الوضع الصحي لشقيقه ناصر الذي يتواجد في مشفى برزلاي الإسرائيلي في هذه اللحظات في غيبوبة كاملة، يعاني من وضع صحي حرج. ومحنا كلنا من الأول وأبو حميد بتحدى الموت وكلمنا عدة جوون يا ناصر ولا يهمك واحنا بنفخار باسمك وعلى المكشوف استاذ فخري البرغوثي والاسير المحرر ناصر ابو حميد يعاني من وضع صحي حرج حاليا، ما المطلوب من الجميع للوقوف عند مسؤولياته؟ أنا بقول للشعب الفلسطيني عود أسراء أنه دائما يقف إلى جانبه، وإحنا من المرحلة الحالية بنمر في أيام صعبة مع ناصر أبو حميد، فبنطلب من الشعب والقيادة وكل المؤسسات المدنية والغير مدنية أن تنزل إلى الشارع لتقف مع أبو حميد بكل ما معنى الكلمة. الكلام أصبح لا يساوي شيء، وأنه بعدد هائل موجودين لا يساوي شيء يعني في أبو حميد، إلى ما بيبقى العداد كبير جدا، وخاصة الشعب الفلسطيني ينزل، لأنه أصبحنا كل شهر في جنازة من داخل السجون. ونقول للإسرائيليين لأنه لا نسمح ولا لحظة من اللحظات أن يكون كل يوم اثنان في جنازة.
رسالة لطلبة الجامعات المحرك الرئيسي للشوارع الفلسطيني. أصبحت الجامعات غايبة عن الشارع الفلسطيني، وليس بس أن الجامعة غايبة فعلا عنها، لازم تبقى الجامعات أول الناس، وأول الناس تضحي، وأول الناس تحس على التجمع، تحس على التوافق للدعم الأسرى بشكل عام، وخاصة في المرحلة اللي منعيشها الأسرى في داخل السجون. تسير سابق، كيف الرعاية الطبية للأسرى الفلسطينيين؟ لا يوجد رعاية طبية في داخل السجون إطلاقا، كل شيء تخدير أكثر من ما هو علاجي. فإحنا نطلب من الشعب الفلسطيني وقيادته أن لا يظلوا ساكتين، وظلنا نقول نشجب ونستنكر ونحمل الإسرائيليين المسؤولية. صح منحملهم المسؤولية، ولكن نحن إحنا نتحمل المسؤولية كشعب فلسطيني. شكرا لك فخر البرغوثي الأسير المحرر الذي أمضى سنين طويلة في سجون الاحتلال. إذن الرعاية الطبية معدومة داخل السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من أمراض خطيرة قد تودي